مبارك، اهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في حلقه اليوم صباحيه دوزام. فيها لاله ماريا بن جلون فقره حميه غادي تقدم لنا وجبات او اطباق لذيذه وخفيفه لما بعد الحفلات. معنا كذلك الدكتور مصطفى الصمدي في فقره نقطه توازن واللي غادي يشجعوا فيها ثقافه الاتقان في العمل. واخيرا غادي نستضيفوا ضيفه خاصه فاعله جمعويه لاله لبنى العموري واللي غادي نسلطوا الضوء معها على اهميه العمل التطوعي والجمعوي. الكل بعد فقرة القانون والبروفيسور محمد جمال معتوق. مرحبا بكم معنا صباحية اليوم. بروفيسور محمد جمال معتوق، السلام عليكم. اهلا وسهلا. وعليكم السلام. من بعد الاذن ديالك غادي نتكلموا على وثيقه رفع اليد على القروض. تنعرفوا بان اللي عنده شي كريدي كان ديال الطوموبيل ولا ديال العقار ولا ديال اي حاجه تيتسنى بفارغ الصبر هذيك الطريطه الاخرى، وفي غالب الاحيان تينساو هذيك الوثيقه ديال رفع اليد. شنو هي الاهميه ديال هذه الوثيقه واش ضروري ناخذوها؟ طيب فعلا القضيه ديال والموضوع ديال رفع اليد موضوع ما كنعطيوهش اهميه. صحيح. حيث يبقى الانسان هاز الدبيله لهذاك القرض اللي عنده وتيبقى يحسب له فوقاش يساليه، وملي كتقطع واخد اخر مبلغ يعني اخر اقتطاع تيدار له تيتنفس هو تيرتاح الله، وما تيبقاش يخمم انه خصو ياخذ رفع اليد. في حين ان لما خديتيش رفع اليد فكتبقى في اي وقت كتكون معرض على ان البنكه تقول لك انا مازال كنسالك. وهذا الشيء كاين في الواقع، وقع يعني لا كانوا حالات مرات متكرره. كتخرج انت عندك اخر اقتطاع مثلا في شهر دجنبر مثلا، دابا هذا اللي خرجنا منه صافي تهنيتي عندك داك الكشف ديال الاقتطاعات، اخر اقتطاع عندي في شهر دجنبر 2022، الله دابا هذيك الفلوس اللي كانت تقطع لي غادي نديرها في هذه وغادي نصوب هذه، غنرتاح شي شويه غنتنفس شي شويه ندير هذيك صافي. كدوز واحد الشهور ولا 8 شهور من بعد ليان عام عامين، وكتجي البنكه كتفاجئ انت بان عندك اقتطاع من البنكه ديالك ديال جوج ديال التريطات او ثلاثه ديال داك التريطات اللي كنتي كتقطعت. اش هذا الشيء هذا؟ كتمشي عند البنكه تقول لك لا هذوك هذو البنكه هذوك البنكه اللي كنتي واخد منهم القرض. كيفاش؟ ولكن انا ساليت. وسير شوف معاهم. كتمشي لعندهم الله يخليكم، لا هذوك واحد التريطات ما كناش قطعناهم لك. واجي قول لهم لا. لا صافي قالوها صافي وداروها وقطعوها. اها اذا شنو بقى لك ما تناقش معاهم؟ بغيتي تبقى تطلع وتهبط سير طلع وهبط. بغيتي تمشي للمحكمه على اقتطاع ديال المبلغ 2000 درهم 2000 درهم 1500 درهم وتخلص منه اكثر وتدوز فيه عام ولا عامين سير ديرها. اذا شنو كتبقى؟ ما عندك ما دير. وهنا فين تتكمن اهميه رفع اليد. ملي كيكون عندك رفع اليد اشنو فيه رفع اليد؟ تيقول بان فلان كان خدام عندنا واحد القرض في الملف ديالو مع هذه المؤسسه ديالنا، خدا المبلغ كذا وكذا وكان اخر اقتطاع هو بتاريخ كذا كذا، ودابا راه كنعطيوه هذه الشهاده على شكل رفع اليد لان ما كيسالوه حتى شي حاجه. واخا كاين شي اجل محدد فين البنكه خاصها تدي هذه الوثيقه؟ يعني انا في ساليس التريطه ديالي مشيت عند البنكه قالوا لي باقا ما موجوداش. لا ما كاينش اجل باش هما يوجدوها لك، ولكن انت خصك تبقى واقف عليهم حتى تاخذ داك الوثيقه ديالك. الا ما خديتيش داك الوثيقه كتبقى دائما معرض انهم يقول لك حنا كنسالوك، في حين انك ملي كتاخذها اي قاضي مشيتي عنده الا مشاو خداو لك شي حاجه على الاقل كتمشي بوثيقه بسيطه وسهله واللي كتعطي فكره للقاضي بان هذاك الاقتطاع اللي خداو لك داك الفلوس اللي خداو لك غير قانوني بمجرد ما كتوريه الوثيقه ديال رفع اليد. اذن كيقول البنكه انت عطيتيه رفع اليد يعني هاد السيد هذا خليتي الذمه ديالو ما بقى يسالك حتى شي حاجه وما كتسالي حتى شي حاجه. ملي عطيتي هاد الوثيقه ما بقالكش الحق نهائيا تقتطعي. اذن الا ما خديتيش ديك الورقه كتبقى معرض لهادشي هذا. وهاد العمليه يمكن لا تكرر مره وجوج وثلاثه. ما عندكش هذيك الوثيقه. ما عندكش هذيك الوثيقه. واخا دابا رائج بزاف قروض للسكن الاقتصادي، واش الوثيقه ديال رفع اليد بالنسبه للسكن الاقتصادي بحالها بحال رفع اليد للعقار اي عقار؟ لا ملي كتبغي بالنسبه للسكن الاقتصادي عندك واحد الاعفاء من واحد الضريبه. وهذاك الاعفاء من الضريبه ما غادي يمكن لك تاخذها حتى كتثبت لهم بانك سكنتي واحد السنوات في ذاك العقار بانك خلصتي وما كيتسالك حتى شي حاجه. اذا الوثيقه ديال رفع اليد من الوثائق المهمه او الشواهد المهمه اللي خصك تدلي بهم باش تاخذ الاعفاء ديالك. هذه من ناحيه. من ناحيه ثانيه العقار عموما ملي كتاخذ قرض عقاري البنكه كتسجل لك واحد الرهن في العقار ديالك من الدرجه الاولى. كتعطيها انت الاذن باش تسجل
وكتقيد في السجل العقاري واحد الرهن. اذا ملي كتخلص نتا درتي معاهم 15 عام وانت كتخلص، ملي ساليتي 15 عام ديالك خصك تاخذ رفع اليد باش تمشي لعند المحافظ باش يشطب لك على داك الرهن. بحال تقييد ياك، هو مقيد كيعقل العقار ديالك، تيعقلو تيعقدو تيعقدو تيربطو، ما تقدر دير به حتى شي حاجه، ما تقدرش تصرف فيه، لان هذيك عندها البنك عندها واحد الحق، ولو انت خلصتي القرض ديالك اذا ما حد داك الرهن مازال ما يمكنلكش تصرف داك العقار. والرهن يعني مقرون بهذيك الوثيقه ديال الرفع، ملي غادي تجيب ديك الوثيقه كتمشي ديك الساعه تدير الاجراء ديالك ديال الرفع هذاك التشطيب على الرهن اللي دايره لك. كاين شي حالات فيها اعفاء من هذه الوثيقه ديال؟ لا ما كاينش، ما كاينش، ما كاينش. خلصتي عندك ديتي واحد القرض، خصني اخلاء ذمه. ما يمكنش راه اي مبلغ كنعطيوه لشي واحد خصني عليها توصيل. بزاف الناس يسحب لهم هذه الوثيقه ديال رفع اليد او رفع اليد غادي تكون بطريقه اوتوماتيكيه، يعني مادام انه سال الكريدي ديالو راه عنده رفع اليد. الا ما طلبتيهالكش ما طلبتيهاش البنكه ما كتعطيهالكش. علاش ما تكونش اوتوماتيكيه؟ علاش خاصني نطلبها وحنا صافي سالينا المعامله ديال القرض بيني وبين البنك؟ وعلاش نعطيها لك انا وندير هذه الخدمه انت ونقدر نستافد نشد عليا بابي انني واحد النهار طلبت شي حاجه ولا كان عندي شي خطا ولا كان عندي شي سهو في اقتطاع؟ وهنا فين خاص يدخل القانون باش يحمي المستهلك؟ لا لا لا، انت اللي تخصك تكون فايق وخصك تدخل تاخذ جميع التدابير. والقانون لا يحمي؟ اييه لا يحمي المغفلين. يعني انت درتي واحد القرض خصك ملي ساليتي القرض ديالك، حنا قلت لك كنبقاو هازين دبيله غير داك القرض فوقاش، حنا حاسبين له فوقاش اخر اقتطاع. ملي كيدير اخر اقتطاع الله دابا صافي، ولكن لا انا تنقول لك لا باش ما تتفاجئش، لان ما كاينش ما اكثر من واحد الاحساس ديال ماشي الحقره ماشي لا عدل ماشي الظلم ديال انك تكون ساليتي اقتطاعات ديالك، ما كيبقاش يقسالوك 5 سنين فكتخلص مثلا، ويجي واحد النهار ويقطعوا لك 3 ديال الاقتطاعات. شكرا اذن غير نسالي الاقتطاع ديالي، نهز الوثيقه، وقف على راسهم اعطيوني رفع اليد ديالي، سواء قرض استهلاكي سواء قرض ديال العقار سواء اي تعامل مع البنكه كانوا كيقطعوا لي شي فلوس وعطيتهم فلوسهم ما بقاوش يسالوني، سير جيب الوثيقه ديالك بانك اديتي وسير للمحافظه وخبعها خبعها. واضح. شكرا لك بروفيسور، تلاقاو الاسبوع المقبل جمعه مباركه. اللحظه نمشيو عند لاله ماريا بن شلول. النشاد ديال ديال الذره ولا ديال البطاطا نقدروا نلوحوا واحد البطيطه مع هذا الشيء كامل؟ نقدروا نقدروا غير ما نكثروش، حيت تنحيدوا القطاني والعجائن تنحاولوا ما نديرهمش، وتنطحنوهم. ملي تنطحنوهم سهله ولذيذه غتكون، سهله غتدوقي شويه، وتنخلي شويه ديال لي شامبينيون طايبين في الفران ولا مشويين، وتنصبوها وتنديروا معاها. انتما دابا هانتي شتي ها تجي عقده، تجي عقده، ولكن جات بيضه نيت بالنشا؟ لا بيضه بلي شامبينيون، هذا الشامبينيون بلا هاتي بلي شامبينيون حتى البواغو حتى هو واضح فوالا. غتكون لذيذه بزاف فوالا. وتنعملوا هكذا، تنحاولوا نخلطوها هكذا. هانتي غادي ندوق على لاله ماريا، وغادي نزيدك شويه ديال غادي نزيدك شويه ديال لي شامبينيون، هما غير طايبين في الفران. شتي كبار لي شامبينيون، وكاين الا بغيتي كانوا الدراري غادي تزيدي دي بتي كروتون دو بان، انا دائما لي كروتون تعجبوني تديرهم في تتحمسهم في الويل دوليف. ناخذ غير وحده فوالا. الوغ هذوك سيرتو بور لي زونفون، الناس اللي كثروا بالماكولات في هذا بعدا غير ملي تقدر تشوف شحال غزال فوالا. دونك وسهله ويعني خفيفه وسهله، ماشي حيت كيف تنقولوا حيت فرطنا غادي ناكلوا داك الشيء لذيذه، ماشي حيت بزاف، ماشي حيت فرطنا بواغو تا هو جا غزال مع الشامبينيون، ماشي حيت فرطنا زعما واحد انا تندير الكوتي يومين ولا ثلاث ايام غادي نتحرموا من ناكل داك الشيء ماشي جديد. هذا هو اللي انا ما تنبغيش. لالا ماريا البواغو تا هو معروف عليه منقي للجسم فوالا. وي وي كثرتوا الناس اللي عندهم يعني اللي عملوا اون غاستريت ياخذوا الماء البرو واحد جوج زليفات في النهار مده يومين غادي يسرح لهم. عرفتي لاله ماريا ودي غير بحال اللي فيها لاكريم، وحاجه اخرى ما فيهاش لاكريم هذه متاكده؟ لا نهائيا، ورخيصه، عرفتي 4 حبات شامبينيون كبار رخيصه بصحه ديليس. الله يعطيك الصحه. وشو بارده وجات لذيذه. تتكال شويه سخونه مع لي كروتون دريري تنحكم. كملي كملي لاله ماريا. الوغ كاينه دابا تنعرفوا داك لا سوب تاي، كلشي تيهضر على لا سوب تاي. لا سوب تاي شنو هي؟ الصوبه ديالنا بلديه، الشوربه ديالنا بلديه، وتنزيدوا فيها اما شويه ديال السوجا، وتنزيدوا فيها شويه ديال لي نو شينواز. علاش داك لي نو شينواز؟ الناس اللي عندهم مشكل ديال الجلوتين تا
داك لينو ديال الرز، اما لينو لا سوب تاي هي السوب ديالنا. حنا مولفين تنديرو الشعريه رقيقه. الشعريه انا تنحك فيها شويه ديال الحامض وتنعملو حتى هي هاي سي اون سوب. تدير فيها سكينجبير ياك؟ تندير فيها سكينجبير اساويه شويه. فيها سكينجبير، فيها الكرافس، فيها القزبر، ما فيهاش معدنوس، فيها شويه ديال الشو، فيها شويه ديال اللفت وشويه ديال الخيزو. ما تنبغيش القرعه بزاف حيت القرعه تبدا طيب بزاف. وملي تنجيو ناكلوها تنعملوا عليها شويه ديال السوجا وتتجي لذيذه. هي اون سوب افيك دي نويس شينواز. لا انا ما نبدلش المذاق دابا لان هذه حمقاتني وباينه هذيك لا سوب تاهي غزاله. نخليكم انتم تذوقوها وترجعوا لينا الخبر. وتنقدروا نزيدوا معها شويه ديال السوجا او الحامض اللي بغينا. فوالا هذه يعني صحه ما فيهاش نهائيا لذيذه، ما فيهاش. عجيب تبارك الله عليك. هذه انا اليوم غنمشي نديرها لوليداتي ان شاء الله. ومدينة بون كاين اللي تيبغي. الوغ حنا دابا تنعملوا هاد الوصفات بحال ديتوكس، ولكن الا بغيتي تقدر تعملي واحد اون بيشاميل ليجير افيك ان بويون دو بولي، عاوتاني تتعطي مذاق اخر. واضح. ولكن غير بحال هكذا كلي بون. الا كانت صحيه ولذيذه بحال هكا انا جو بون صافي، ما نزيد عليها والو. بصحة. الوغ تنصحهم ياكلوا في ذاك الاسبوع يكثروا من الحوت وتجنبوا شويه اللحم، الدجاج ساعه ساعه. دونك شنو درت لهم؟ درت لهم الوغ بابيوت ولكن لذيذ. الوغ بابيوت اللي ما عندوش بابيوت ما كاين حتى مشكل، يديروه في الفران ويغطيه يغلق عليه. البابيوت اللي فيه البابيوت هو انا خاصو يكون مزموط. فوالا الوغ هذا سي ان فيلي دو ميرلون، غنوريه لكم فيلي دو مارما. شنو نفرشالو؟ نفرشالو مطيشة ونفرشالو دنجال. هاو دايرة فوق منو شتي شوية ديال المعدنوس، شوية ديال الزعتر، وراق سيدنا موسى، وشوية ديال الحليب الكوكو فوق منو. حليب كوكو؟ كوكو صافي. هاو وطاب اون بابيوت. الله يعطيك الصحة. وباش ما تجيش ناشفه لان بابيوت تتحفظ على الرطوبه. فوالا غير واحد رد بال ملي تيحل داك البابيوت ما يتحرقش، هذه دائما تنقولها. دونك فرشتو مطيشه باش ما يلصقش، شويه ديال الدنجال ما فيه حتى حاجه، شويه ديال الزعتر. ها هو شويه ديال الزعتر وراق سيدنا موسى. الو هذا باش نرافقوا خضيره. الو هذه الخضره مبخره، هذه شتي طبيعيه ما فيها حتى حاجه، محافظه على اللون ديالها. فوالا محافظه على اللون ديالها. اش ندير باش عاوتاني داك لو بتي كو؟ حيت هنا درت لو ليت كوكو، دونك لو ليت كوكو صحي. تنخلط مع شويه ديال لا موطاط وتنطربو مزيان 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 مزيان. تندير الزعتر وتنزيدو باش تقدروا نزيدو اما هاد لاصوص خاصني ندوقها حتى هي. هاد لاصوص هانت ليت كوكو. ليت كوكو هاك شي ديال لا موطاط وشي ديال الزعتر فقط. او صفقات او الا بغينا نديروها فوق هذا باش تجي. بغيتي تذوقي الحوت؟ بغيت نذوق لاصوص. لاصوص هكا صح. بسم الله. ليت كوكو موتارد شاد زعتر. روعه. الوغ اي 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 موتارد نقدروا ناخذوها؟ هاد لاصوص نقدروا نديروها ماشي غير مع الحوت، ماشي غير مع الخضره، مع كل شيء، اي حاجه. وصح زعما صحيه، سيتادير انا تنقول لكم تقدروا نزيدوا شويه الكريم فريش لايت، الزيت. هنا ما كاينش الزيت، كاين الحليب ديال الكوكو باش نطيبوها. دونك ولو يعني واخا تنفرطوا تنقدروا غو ديماري تيتيجين كيف تنقولوا، ولكن لذيذ لذيذ لذيذ. اكيد فوالا. الوغ حلو ما حرمتيناش حسن من الديسير. لا الوغ لي كومبوت كيف قلت لك الفواكه والخضر الاسبوع الاول من الاحسن ناكلوهم طيبين. دونك كومبوت دو بوم. الوغ كومبوت دو بوا شنو هو الفرق؟ غير هذه طيبه في 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 لويزا. شويه ديال لويزا. انت درتي لنا واحد المره باش تعطينا هذا. وهذه طيبتها بشويه ديال لافاني، لافاني عاديه درتها في الماء وسلقتها بلا سكر. فوالا بلا سكر طبعا، وتجي لذيذه كوم ديسير. عجيب. لو كود كور الكيك اللي قلتو انا ديجا قبل انا والاستاذ معتوق. بصحة بصحة. الوغ لو كيك انا عندي لو كيك يعني نقدروا نعملوا كل نهار نوع واحد ديال الكيك. خلاص انت تديري المالح وتديري الحلو وتديري الطريقة. الوغ هذا الكيك ما فيش الماده الدسمه نهائيا، غير شويه ديال الجبن. عملت فرماج بلون غنعطيكم الوصفه. وما فيش السكريات وما فيش الطحين. الوغ هذا الكيك باش مصاوب ساهل، تاخذ 200 غرام ديال الفرماج بيض، فرماج بلون 200 غرام اللي تندهنوا به.
اللي تندهنوا به تناخذوا يوغورت واحد طبيعي او جوج وتنطربوه مزيان 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 مع داك الكيك وتناخذ القشره ديال الحامض وحامضه تنعصرها وتنطرب هذا الشيء كله الكيك الفرماج ويوغورت والحامض من بعد تناخذ ربعات البيضات هذا فيه ربعات البيضات تنحيد الصفر والبيض البيض تنعملو اون نيج والبيض والصفر تنزيدو على الخليط الاول الخليط الاول تنبقاو نطربوه ولكن خصو يتطرب بزاف عاد اش تندير تندير معلقه كبيره الشوفان ومعلقه طحين الشوفان طحين الشوفان طحين الشوفان ولا حتى الشوفان تيطيب مع الصوميه بالشوفان بالشوفان معلقه كبيره ديال الطحين ديال الذره وتندير معلقه كبيره ديال العسل عجيب تنخلطهم ملي تيكون هادشي مخلط تناخذ داك البيض اللي مطرب وتنخلطو بشويه 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 وتنطيبو بالكيك ولكن هذا خصو يطيب شويه هذا راه شي ساعه الارب هو تيطيب سؤال انت الكيك تطيبيه من التحت تجعلي ليه عافيه من التحت ولا من الفوق ولا بجوج ولا الفرفاره لا الوغ تنعمل من الفوق ومن التحت وملي تيقرب يطيب تنحيد الفوق تنخليه غير التحت وتنخلي شويه يبرد في الفرن في الفران قبل ما تحليه عليه تيفتق شويه عاد باش غير باش يسهل تيبدا يعرق التحت ديالو نحيدو بسهوله دونك اما نقدموه هكذا ولا نقدموه هكذا دونك هانتم كلينا مزيان صحي وباش ما بوغ لو با افوار دو روغري باش ما نقولوش داك لا فرستراسيون داك لو روغري ماشي مزيانه حيت كل مره تنبقاو حتى حنا تنجيبوا لها حنا تنقصوا لها ما خصناش يعني نبقاو الله يعطيك الصحه لاله ماليا وشكرا لك على هذه الافكار الجميله جدا واللي انا متاكده ما تلقاهم في حتى شي بلاصه واحده اخرى من غير صباحيات في انتظار الكتاب ديال لاله ماليا بن جلون بقاو معنا نمشيو نلتحقوا اللحظه بالدكتور مصطفى السمدي ونقطه اهلا دكتور جمعه مباركه شقنا لك اخي كيف الحال كلشي في امان الله اليوم غادي نتكلموا على واحد الموضوع اكيد تيحس في خاطرك وفي خاطر كل المواطنين اليوم غادي نتكلموا على ثقافه اتقان العمل بزاف الناس يخدموا تيديو واحد العمل ولكن غير باش يتخلصوا ماشي باش يتفانوا فيه وباش يديوه على احسن ما يرام شنو رايك دكتور سمدي هذا الموضوع موضوع إتقان العمل هو موضوع أحسب أنه من صميم ما نحتاج إليه اليوم أشد ما نحتاج إلى التوجيه فيه هو هذا الموضوع علاش لأن إتقان العمل معناه هو هو هو, هو استشعار الأمانة معناه هو الإخلاص إذا بغينا نجمعوا كلمة إتقان العمل نعطيها واحد سمية أخرى الأمانة والإخلاص ونزيد لك واحدة أخرى معها الإحسان 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 إتقان العمل هو الإحسان في المفهوم الديني لك قلنا الله تعالى وأحسن كما أحسن الله إليك إن الله يحب المحسنين للذين أحسنوا الحسنى وزيادة بمعنى كما أحسن الله إليك في خلقك شوف بديع صنع الله تعالى وإتقانه فيك صنع الله الذي أتقن كل شيء تأمل في هذا العظمة الكون تأمل في الإنسان تجد الإتقان الإلهي فإذا كان الله أحسن إليك في صنعتك وفي صنعك وفي خلقك وفي خلقك فأحسن فيما استرعاك فيه من أمانات ومسؤوليات ولذلك عندنا في القرآن الكريم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وعدنا إن في الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العبد إذا عمل عملا أتقنه أن يتقنه فهذا المجال إتقان العمل شنو كيعطينا؟ كيعطينا أن الإنسان يستحضر أنه مسؤول وأنه في المجال اللي هو فيه كيف ما كان إدارة ولا شركة ولا تعليم ولا مصنع ولا أي مسؤولية هو مستخلف في ذلك وخصو يخدم بهذه نية الإتقان نية الإخلاص نية نفع البلاد والعباد عسي أنت تتكلم دكتور سمدي وتستحضرني وتجيني الصورة ديال الصناعة التقليدية المغربية وهذوك الناس القدام اللي كانوا ما تيحطوا الحاجة ديال الصناعة التقليدية تيدوزوا فيها الوقت وتيحطوا فيها التفاني فيها وتي ماشي الإتقان شي حاجة أكثر من الإتقان والإخلاص باش يخرج لك هذيك الحويجة الصغيرة بحال هكاك يا ريت ناخذوا العبرة من هاد الناس هادو مقدمة الإتقان هو حب العمل هكذاك ما يمكنش تقن واحد العمل وأنت ما باغيش ولا ما راضيش عليه ولا ما عجبكش واللي مضطر ولا فرض عليك او شيء من هذا القبيل واللي مضطر شنو يدير كيف مضطر يعني مضطر. يعني خاصو يدير هذيك الخدمه ما عنده لين عليها ما عندوش البديل غيتيدير وهذيك الخدمه اللي فيها حتى يهيئ الله امرا اخر واضح هذا هو لانه حنا دائما كنقول واحد القضيه اللي هي خاصها
خصنا نستحضروها، شنو هي مواصفات العامل المتقن؟ شنو هي المواصفات؟ خصو يكون عنده الإخلاص كما قلت والمسؤولية، يكون عنده الحفظ والأمانة، يكون عنده القوة يعني الصنعة، هذه كلها مواصفات للعامل الناجح أو للموظف الناجح أو للمسؤول أو للتقني أو لما شاكل ذلك. ولكن نقول واحد القضية مهمة نقول لنفسي ونقول لكل شيء، هو ذيك الوظيفة ديال الدنيا اللي انت فيها راه في الغالب ما تكونش راضي عليها من حيث المدخول، من حيث هادشي كنوجدوه، كيمكن الانسان هذا ماشي مبرر وكيخلصونا على وكنخدموا على قد الخلاص وهما كيعطوناها شويه حنا غنديروا لهم الخدمه. السؤال هذا هذه كلها ثقافه سلبيه اخذت تدخل الى المجتمع والى الناس ومع الاسف اضرت البلاد والعباد. حيت كاينين بزاف اللي كيف ما تنقولوا تيرفضوا الضد، تيقول لك هما تيعطوني هكا، تيديروا لي هكذا، تيفعلوا لي هكا، ايوا انا ندير غير هكا، يعني ما نتفناش في العمل ديالي. هنا ماشي مبرر نهائيا، انت في واحد المجال ما كتخلصش فيه مزيان او كديروا انت ما باغيش شي حاجه او فرض عليك كما قلتي لتتقن عملك فيه، وبسبب اتقانك لذلك العمل الذي ربما انت غير راض عن المدخول ديالو ولا كذا، ربي سبحانه وتعالى خص يكون عندنا الايمان انه لما يرى منك الاتقان سيهيئ لك المخارج ويهيئ لك امورا اخرى ترى فيها راحتك، ولانك في تلك اللحظه هذاك هو اللي مكتب لك في ذيك اللحظه، ولكن انت فيه، ولكن اسعى الى تطوير مهاراتك، اسعى الى البحث عن مخارج. الناس تهضر النية الطيبة كذلك، نيتك طيبة ما يمكنش ما تجازفها. هذا هو لابد، ولذلك بغيت نقول حتى في الوظائف ديال الدنيا الأخت سميرة كنقول اجعلوا من وظائف الدنيا في خدمة الدين، تسلم لكم الدنيا والدين. ما شاء الله. مثلا انت مثلا في هذا البرنامج ولا الاخ في الاخراج ولا الاخر في الاداره ولا في حاجه، هذاك العمل اللي انت فيه، احنا عندنا العمل عباده ولا لا؟ العمل عباده، اذا هذاك المجال اللي انت فيه استحضر انك تعبد الله فيه، وان كان واحد اخر يقول لك لا هذا عمل تقني ولا عمل فيه مهاره، لا راه فيه مهاره، ولكن ما تتقنه يكون لك فيه الاجر والثواب الجزيل. فمني كتخلص في ذاك العمل ديالك راه كتربح دين ودنيا، لكن ما خلصتيش فيه ما كتربحنا ديال الدنيا. الفرص ديال صحيح، فرص ديال الاجار، فرص ديال الثواب الجزيل. يوسف تماماً. عليه السلام لما طلب الوزاره ديال الماليه شنو قال؟ اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. المواصفات ديال المسؤول الحفظ والعلم. الحفظ ديال الامانه والعلم هو المهاره والاتقان. لا ريسبونسابيلتي هي الاولى، المسؤوليه. وي خص المسؤوليه ومعها الامانه بوحدها ما كافياش، خص الامانه وخص المهاره، هذا هي من هادو بجوج كيعطيونا المنتوج الطيب وكيعطيونا المسؤوليه الناجحه وكيعطيونا الاثار الطيب. بناتي شعيب دابا يوم الجمعه عندي شويه في هادشي، بناتي شعيب مني مشاو طلبوا من الاب ديالو مستاجر موسى عليه السلام، قالت يا ابتي استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين. القوه والأمانة أي المعرفة والقيم، المعرفة والإخلاص. إذا إحنا خصنا ديك الموظف وديك المسؤول اللي في الإدارة ولا في الشركة ولا في شي حاجة بالإضافة للشواهد اللي عنده تبارك الله ولا العلم داخلة في نطاق العلم والمعرفة مزيانة، ولكن معاه خص تكون القيم وتكون المسؤولية. شو كتعطينا؟ كتعطينا الإتقان، غادي يزيد بداك الشركة وغادي يزيد داك المؤسسة وغادي يزيد من الإشعاع ديال البلد وديك المحيط اللي كيشتغل فيه. السمادي لعل هذا هو الإتقان. أكيد أكيد، لعل هذه الفقرة هذه الغاية ديالها الأولى ربما هي أننا نبنيو جيل جديد نبني على القيم الجميلة التي يبثها ديننا تماما والصحيحة والصحيحة. فكيفاش نربيو في هذا الجيل القادم هذه الثقافة ديال الإتقان في العمل في ظل واحد المجتمع اللي ولينا تنشوفوا فيه الغش بزاف؟ إذا كيقولوا واحد المثال بضدها تعرف الأشياء، اللي كنتكلموا على الاتقان شنو الضد ديالو؟ الغش. الاتقان شنو كيعطينا؟ كيعطينا اقتصاد قوي، شركه قويه، مؤسسه ناجحه، فضاء ديال العمل فيه الرضا وفيه النجاح. الضد ديال الغش شنو كيعطينا؟ كيعطينا قنطره ما كدوز مدتها كتكون مشات، كيعطينا الطريق كتشق، كيعطينا البنايه كيمكن عماره تكون مغشوشه يمكن تسقط على الناس وتؤدي الى ارواح ومشاكل، ولكن كاين افات. كاين اغراء في الاول، لان بعد الخطات فاش نبداو نقارنوا تنشوفوا الناس اللي تيغشوا صادقه ليهم، واحد الوقيته صادقه ليهم، تقول لا وانا اللي تنخدم بالاتقان وبالاخلاص وهذاك الشيء هو صادقه ليه وانا لا ما صادقاش ليه. ما صادقاش ليه. شنو هي رسالتك للناس اللي تيديروا هذه المقارنه وتيقول لك الخير ما تينفعش؟ لا ماشي صادقه عليه نهائي، ما عمر الغش تصدق له، الغشاش ما عمر تصدق له طول الوقت، ولا بدا غادي يريب هذاك الشيء لانه ما بني على باطل فهو باطل. واضح. والبناء الا ما كانش على اسس قويمه وقويه ينهد ويزول سرعان ما يزول ولا يعمر، بينما ذاك الذي
الذي يحرص على الأمانة وعلى المسؤولية وعلى الإتقان وعلى نفع البلاد والعباد اللي عنده كيحضر له في ربي سبحانه وتعالى البركة. مفهوم هذه القضية يعني محتاجة ملي كنتكلموا ومثبوتة نعم ملي كنتكلموا مع وليداتنا وليداتنا يمكن يجيوك من المدرسة يقول لك بابا أنا ما غشيتش في الامتحان وما جبت والو قدامي كنت كنشوفهم كيغشوا هادشي كيقولوا هذا مثل ملموس كيقول لك أنا قدامي كانوا كيغشوا جابوا 19 و18 وأنا لا تنجرف معه في هذا المجال. قول له ولدي شوف داك الشيء اللي جبتي على عراقك وبجهدك هو اللي غيكون فيه البركة. هذاك اللي جايب ما عرفش شنو جايب راه لن يصل الى شيء محمول فيها امثله وفيها حياة. ولذلك بغيت نقول فيما يتعلق بالاتقان الانسان لما يكون في واحد المجال عندنا واحد القضيه اخرى عاوتاني شنو هي الاسباب ديال عدم الاتقان للعمل؟ اما كان وجدوا شي واحد في واحد البلاصه اللي ما يستحقش ما خصوش يكون فيها حيت الاساس الغش جاي من الغش ولا جاي من شي وسائط ومشي تخربيق اللي كاين اللي كنعرفوه كامل ولا شي حاجه بحال هكا او راه جاي من طريق صحيح ولكن لا يتقن عمله. فبجوج عندنا معضلات في المجتمع انه كتلقاه مثلا راه تبارك الله عنده ولا ماشي مخلص ما كسول ما باغيش يدير الجهد ديالو. ولذلك خصنا اولا نبحثوا على الافات والاسباب التي تؤدي الى الاخلال بالعمل من حيث يعني الاهليه شكون هذا اللي يستحق يكون في هذه البلاصه شكون اللي ما يستحقش شنو هي الكفاءه شنو هي الامكانيات ثم بعد ذلك يكون التحفيز ويكون ان الذي يتقن عمله نحفزه وان باش ما نوضعوش اللوم كله على ذاك الذي يتقن راه كاين اشغال كاين اعمال اخرى خصها دار قبلوا وبعدوا قبلوا ان نهيئ الناس الذين يعني يتولون المناصب والمسؤوليات واي مكان يكون يستحقه بالعمل بالجد بالمثابره بالعطاء بالكفاءه ثم بعد ذلك نواكب هذا العامل او هذا المسؤول بالتحفيز حينما ينجح بالتحفيز حينما يخلص وهكذا ننجح. ولا ربما التحفيز هو اللي تينقصنا في المجتمع ديالنا لان كاين العكس فاش دير شي حاجه خايبه تنعتوك راه فلان دار شي حاجه خايبه فاش تكون شي حاجه زوينه ولا عندنا في المجتمع الا نجحتي ما يخليوكش ولا عندنا ما يخليوكش تنجح للاسف وهادشي اللي ولينا كنسمعوا كيقول لك راه ما يخليوكش تنجح داكشي علاش ناجح انت داكشي علاش علاش استاذ لانك تتبرهن لهم بانك خدام هما مخبين في هذاك الكسل ديالهم تتبين بان راه نقدروا نوصلوا بالجهد وبالكد وبالعمل وبالاتقان وبالاخلاص صحيح. دونك انت اللي ما وصلتيش راه ما درتيش هادشي كامل ياك والدليل على انك ناجح هو انك توجد كثره من يلوم وكثره من يعني يقف به لان طريق النجاح لا بد فيها تلقى فيها عقبات هذا كيكون دليل على انك وصلت الى مرتبه اصبحت يعني ربما مثار حديث ومثار كذا فلا يزيدنك ذلك الا تمسكا وقوه. وهذه القضيه الاتقان ما كاينش في الدنيا في العمل الدنيا حتى في الدين اكيد الرسول صلى الله عليه وسلم كيجي واحد كيصلي قدامه من يسال بالصلاه يجي يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم قال له صليت قال له نعم قال له رجع فصلي فانك لم تصلي علاش قال له هو جاء الصلاه يعني بالاركان ديالها وبالركعات ديالها قال له سير صلي راك ما صليتيش ما معنى هذا قال له راك ما تقنتيش الصلاه ديالك قال له رجع فاذا كبرت فاطمئن فاقرا ما تيسر من القران واذا ركعت فاطمئن راكعا واذا رفعت فاطمئن قائما واذا سجدت فاطمئن جالسا اطمئن شتي القضيه مدار الامر على الاطمئنان والخشوع والتدبر. واذا كان اقول للناس في اعمالكم يعني اخشعوا في اعمالكم كخشوعكم في صلاتكم الصلاه مطلوب منا نخشعوا فيها وحتى العمل ديالنا نخشعوا فيه واخا يكون فيه داك المدخل ماشي وادر وخلق العراقل ولكنني احتسب مهمه هذه عبود الله بهذا العمل تماماً. والعمل المقبول والذي يستدعي الخشوع والاخلاص والرقابه الالهيه والجزاء الاخروي هذه كلها معطيات كتعطينا النجاح في العمل والاتقان. دكتور سمادي تنشكرك بزاف على هذه الشحنه الايجابيه اللي تعطيها لنا في كل مره تتمن ثلاث صباحيه دوزام ويا ريت نتمناو نكونوا اهل لهذه المسؤوليه اللي عطانا الله سبحانه وتعالى في كل مهنه ديال اي واحد وخير باقي في الامه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نتلاقاو الاسبوع المقبل باذن الله جمعه مباركه لحظه نمشيو نتعرفوا على واحد النوع من العمل اللي تيكون الاساس ديالو ولا بدا التفاني والاخلاص والجوده وبزاف الحوايج ايجابيه غادي نتعرفوا على السيده لبنى العموري اللي هي فاعله جمعويه غتكلمنا على العمل الجمعوي. لالا لبنى اهلا بك ومرحبا بك في بلاتو صباحيه دوزان. بارك الله فيك لالا سميره شكرا على الاستضافه. العفو لالا نورتينا شدها لك الكلام ديال الدكتور الصمدي. اكيد كلام صحيح واسس من اسس ديال العمل الجمعوي في المغرب وما يمكنش تقن شي عمل الا ما كنتيش صادق وكنتي قد الامانه وكان التفاني وكذلك الاتقان في العمل ديالك. وهذا هو الاساس ديال العمل الجمعوي وديال شنو اللي دا لالا لبنى العموري انها تمشي الجمعيه تفكر في العمل الجمعوي.
وهو اولا انا كجميع المغاربه كبرت في اسره محبه للخير، ربوا فينا والدينا روح العطاء والتضامن والتاخي. ومع مر السنين ودخول وسائل التواصل الاجتماعي لقيت راسي دايره جروب في الفيسبوك، من بعد مبادره انسانيه وطنيه، من بعد مؤسسه خيريه ومنظمه دوليه. الله عليك ما شاء الله، بارك الله فيك. سمعت انك تتحفري حتى الابار مناطق نائيه. كنحفر في المغرب وخارج المغرب. واو ما شاء الله عليك، تتمشي تتقلبي، لان معروف عندنا حنايا في الدين ديالنا وفي العادات ديالنا وفي التقاليد ديالنا اننا باش نديروا الخير خاصنا نقلبوا على فين نديروا الخير. أكيد. كيفاش تتعرفي الناس اللي محتاجين الابار والناس اللي محتاجين يعني المساعده، كيفاش تقلبي عليهم باش ديري معهم الواجب؟ وحنا تبارك الله راه 7 سنين وحنا متواجدين في المغرب، يعني عندي فكره مبدئيه على المناطق اللي محتاجه الدعم والمساعده في المغرب كله، خصوصا في الجبال وفي المناطق النائيه جدا. فغالبا على حسب التجربه، على حسب الاحصائيات اللي كتكون عندي، وكذلك النداءات اللي كنتوصل بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فكناخذوا النداء كنديروا التحقيق، كنتعاونوا مع السلطه. مشكورين. يعني تتأكدوا. اكيد ما يمكنش نجي نحفر بير وانا ما تواصلتش اولا مع السلطه، مع الخبراء المحليين، مع مؤسسات الدوله. كلشي بالقانون بيان سور. اكيد حنا كنديروا التطوع المؤسساتي، كما قلت لك انتقلت من التطوع الشخصي الى التطوع المؤسساتي الى جانب مؤسسات يعني الدوله. يعني درتي هيكله وتاطير للعمل ديالك، وهنا في تيبان التفاني والاخلاص في العمل كما قال الدكتور صمدي. لاننا حنا انا كجمعيه اولا كمجتمع مدني، فحنا شركاء مع الدوله لتطبيق اهداف التنميه المستدامه في المغرب، فما يمكنش نخدموا بطريقه عشوائيه ونمشيو نحفروا الابار غير هكاك ولا نعاونوا الناس ما محتاجاش المساعده. خصوصا في ظل هذا الضغط المائي وهذا الستريس ادريك اللي تنعيشوه، ماشي غير اجي وحفر. اكيد كما شاهدنا في بلاطو صباحيه دوزام هناك تاطير قانوني لحفر الابار. أكيد. ماشي بطريقه عشوائيه، وخاصنا نقوموا بترشيد استغلال المياه خصوصا في الظروف الحرجه هذه. انا بغيت نرجع للبنى، شنو هو التكوين ديالك وكيفاش تفكرتي واحد النهار انك تمشي تدي تعاوني الناس؟ خلي يعني التقاليد ديالنا وداك الشيء اللي مرسخ في العادات ديالنا كمغاربه اننا تنبغيو نديروا الخير، شنو الدافع اللي خلاك يمكن تخرجي من الطريق اللي كنتي غاده فيها باش تمشي العمل الجمعوي؟ اولا انا التكوين ديالي جامعي ما شاء الله، واطار عالي في مؤسسه تابعه للدوله. باقة فيها؟ أكيد، يعني منذ 20 سنة. يعني تديري بالموازات؟ بالموازات وأم أم أم السيدة المغربية من فضلكم. أم وفي واحد المرحلة معينة في الحياة ديالي مرت بظروف قاسية جدا على المستوى الشخصي والمهني، فما نكذبش عليك لقيت أون ثيرابي في التطوع في البينيفولا، يعني ذاك الوقت الفراغ، ذاك الطاقة السلبية اللي كنت كنعيش، كنت كنهرب من الواقع ديالي اليومي. في الويكاند كنمشي للجبال، كنمشي عند الناس، كنسى همي فهم الناس، فلقيت راسي في هذا المجال وعطيت فيه بزاف، وصراحه ما نكذبش عليك علمني الثقه في النفس، عطاني طاقه ايجابيه جدا. كنت كنشوف انه داك الشيء اللي عندنا حنا ما كنحمدوش عليه الله، ملي كنمشي شي بلايص كنلقى الناس يمكن كيعيشوا غير بالعصيده بشي 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 وكيحمدوا الله وديما الحمد لله فمهم وفرحانين ومبتسمين وحنا عندنا كل شيء حتى شي حاجه ما عجبانا. فانا كنشكر الله سبحانه وتعالى ان سخرني لهاد الناس وحطني في هذا الطريق، لان نقدت راسي عن طريق التطوع صراحه. نقدتي راسك وفي الطريق وبواسطتك نقدتي ناس اخرين، ناس واحد اخرين. واخا لبنى ملي تيجي يعني الدعم المالي باش تقدري تصوبي هادشي، انا عارفه بان الحفير ديال البير ماشي امر هين، يعني راه تيتحسب بالمترو، كان بالسونده ولا بالطريقه البلديه. نعم. راه بالمترو تيتحسب وماشي ساهل وماشي مضمون انك تلقاي الماء على بعد 30 متر تقدري توصلي حتى الاكثر، فمنين تيجيك الدعم المالي؟ وهو حفر البير في المغرب مكلف جدا. هاد السنتين تقريبا الاخيره ولو تقنيات متطوره، يعني ممكن انك تحفري البير وانت عارف انك كاين الماء، ماشي بحال شحال هادي كنا كنعتمدوا على مول العود ديال الزيتون داك الشيء، واخا باقيين كنخدموا به لان ما يمكنش نلغيو واحد المهن تقليديه حتى هما عندهم الدور ديالهم واللي باقا ناجعه. ناجعه هي كاين الناس اللي عندهم ما شاء الله. الحمد لله دابا وصلنا للبير 62 في المغرب اللي حفرنا ما شاء الله. الا قلت لك النص فيهم بطريقه تقليديه، ولكن مع الجفاف ومع شح المياه ما بقيناش كنقدروا نعتمدوا عليهم 100%، ضروري كنجيبوا الخبير وكنجيبوا كذلك الدراسه ديال الحوض المائي، لان هما اللي كيقولوا لنا واش كاينه الفرشه المائيه غنيه ولا ما كايناش باش ما نغامروش. بالنسبه للدعم احنا عندنا شركات مواطنه كتعاوننا، عندنا محسنين، تحيه لهم. محسنين دائمين متتبعين، كما قلت حنا كنعتمدوا بزاف على وسائل التواصل الاجتماعي، فشكرا لهم على الدعم وعلى الثقه والمسانده.
وليدات كيفاش يشوفوك على لبنى؟ كيفاش يشوفوا لهذا العمل الجمعوي اللي تقومي به؟ واش هما تتحسي بهم متحمسين انهم ياخذوا المشعل من عندك؟ انا ام لطفل واحد. واحد ما شاء الله. وسبحان الله ولدي ماشي بحالي، ماشي اجتماعي بحالي، ولكن كنظن انه غيكون فخور بيا، لان هو عاش معايا تقريبا واحد 3 سنوات من المحنه اللي دزت منها، كان هو جزء منها. كيف ملي كان كيشوفني فرحانه، ملي كنجي للدار بطاقه ايجابيه وعندي واحد 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 القدره انني نستمر، بالتالي راه تتجلى فيه، وانني نعطيه يعني كأم نعطي لولدي ونعطي في خدمتي ونعطي وسط عائلتي، فكنظن انه ما يكون الا فخور بي على ما اظن. واخا، شنو رسالتك لكل شيء الناس اللي ما بقاوش اللي ولاو تيقولوا ما بقاش الخير؟ هو الخير كاين، ما يمكنش ما يكونش. هو الخير كاين من قديم الزمن، من عهد الرسول عليه الصلاه والسلام، ولما بقاش الخير ما بقى والو. فالخير والعطاء راه قيمه انسانيه رفيعه جدا، راه كتنشري بها روح التآزر والتكافل والتضامن، والمغاربه معروف عليهم هذا الشيء. واخا نحيدوا الخير اللي تيقول ما بقاتش الثقه، انا باغي نصدق، انا باغي نعاون، ولكن ما تثقش هذوك الناس، هذيك ولا هذيك المؤسسه ولا هذيك الجمعيه اللي غنعطيها الفلوس، انا ما متاكدش بانها غتوصل للامانه. وهو اش غادي نقول لك؟ نتكلم عن نفسي. احنا من بين الجمعيات في المغرب الرائده اللي كنحاولوا نعطيو الجمعيه مؤسسات لبنى العموري الخيريه، ما شاء الله كنحاولوا نعطيو صوره جميله جدا على التطور المؤسساتي في المغرب، ونرجعوا الثقه ما بين المواطن والمحسن مع الجمعيات والمجتمع المدني. كيفاش؟ اولا بالشفافيه، بالعمل اللي كيكون باين على العلن. غيقولوا لي الناس والصدقه ما كتبانش، هذا ماشي صدقه بيني وبين الله شخصيه، هذا عمل مؤسساتي، خصو يبان، خصو يتوثق. كما كنعطيو الوثائق للدوله خصنا نبينوا للناس حنا اش كنديروها فين كنمشيو، حيت الا ما وظفتش انا شخصيا وسائل التواصل الاجتماعي ما يمكنش نوصل للناس. دابا كلشي خدام بالبورتابل وما غيتيقوش فيك، دونك كنخدموا بالمباشر، كنوثقوا، كنحطوا صور، كنديروا فيديوهات، كنحاولوا ننقلوا مع الحفاظ على الخصوصيه ديال الناس. اكيد هادشي اللي غنقول لك، حنا كنحاولوا ننقلوا الصوره مع حفظ الكرامه ديال المواطنين اكيد وبدون تشهير، وكنعطيو صوره جميله على التطوع في المغرب. والحمد لله انا فخوره انني المراه المغربيه والعربيه الاولى في حفل الابار في الافريقيا وفي اسيا وفي المغرب يمكن على ما اظن حاليا، وهذا الشيء ما جاش من فراغ، فجا بجهد واجتهاد كما قال الدكتور. حفل الابار بالذات الماء هو الحياة ياك، وعنده واحد القيمة إنسانية ودينية كبيرة في المجتمع ديالنا، فملي كتمشي تحفري البير وتعطي الناس الماء راه يقدر ما تعطيش قفة ولا تعطيه الماكلة، يعطيه غير شرب هذا الماء. هي ديك الفرحة وديك الدموع في وجه الشياب والعيالات والوليدات وداك الشيء، عرفتي ما نقولكش كيفاش كنجيو لديورنا كتنسي كل شيء، وكتبقى تقول الدنيا ما كتسوى والو. فما يمكنش نجلس هاد السيمانة وما نديرش بير وما نديرش نداء وما نطلعش للجبل وما نغامرش وما نضحيش، لانه هما كيعطوني اكثر ما كنعطيهم. واخا عرفنا بان الدعم المالي تجيبيه من المحسنين ومن المؤسسات، الله يجازيهم بالخير، والله يديمها نعمه علينا كاملين. امين يا رب. بغيت نعرف يعني هذا العمل اللي تتقوم امي به راه سي اون ستركتور خاصها اطار، انت ماشي بالضروره يعني كان عندك تكوين باش ديري مؤسسه بحال هكا، كيفاش تتقدري ديريها؟ هو الاداره ديالها، هو اولا في الاول هو اي شخص كيدخل التطوع في الاول كيكون بتجربه، يعني كيبغي يجرب داك الشيء الشخصي كما قلت لك، باش كتنتقلي للتطوع من التطوع الشخصي المؤسساتي خصك ديري تدريبات، ديري تكوينات. ما يمكنلكش تسيري مؤسسه او لا جمعيه وانت ما عندكش واحد المستوى معين من الثقافه، واحد المستوى معين من الوعي، من 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 التدريبات. الحمد لله المغرب دابا كل شيء موجود حتى لا ما عندكش الامكانيات كاين الانترنت ممكن ديري تدريبات اديستونس عن بعد، فالحمد لله كل شيء موجود، غير ما بغاش يخدم وغير اللي ما بغاش يعطي شي حاجه لهذا الوطن. اللي بغيت نقول هي انه ما يكفيش تكون عندك النيه طيبه وباغي دير العمل الجمعوي وباغي تساعد وعندك يعني الرغبه والاراده انك تعاون الناس، خاص ولا بدا يكون تأطير وتكوين باش تقدر تدير هذه المؤسسة اللي غادي تعاون بها الناس، أو لا؟ أكيد، فخاص ضروري يكون عندك واحد تكوين أولا تعليمي، يكون عندك الوعي، وضروري من التدريبات. فأكيد حنا في المؤسسة معنا فريق كبير كنخضعوا لتكوينات وتدريبات سواء في مؤسسات أو لا عن بعد عبر الإنترنت. جميلة، يعني كاين مؤسسات اللي تتقترح أكيد تكوين هنايا، كاين كوتشين، كاين دبلومات في التسيير المؤسساتي، في التسيير الجمعيات، في المجتمع المدني، فكل شيء كاين، غير اللي ما بغاش يخدم.
مفتوحه. الحمد لله كل شيء موجود في المغرب. تنتمنى لك التوفيق والمثابره والاستمراريه في هذا العمل اللبيب اللي تقومي به، ويا ريت يكون عندنا بزاف ديال اللبنة عمري في المغرب وخارج المغرب ان شاء الله. شكرا لك، شكرا لك على تلبيه الدعوه. بارك الله فيك، كمل بالخير. الله يتبارك، الله يحفظك لاله. بارك الله فيك. مشاهدينا بهذا العمل الجميل نختموا حلقه اليوم من نهار الجمعه في صباحيه الدوزام. تلقوا بكم الاسبوع المقبل باذن الله. جمعه مباركه والى اللقاء.